هذا وأكد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد خلال مراسم تنصيبه أنه سيسير خارجيا على الخط الذي رسمه السلطان قابوس محافظا على العلاقات الودية مع كافة الدول، كما شدد على تمسكه بالمضي قدما على النهج السامي للسلطان قابوس بن سعيد في تطوير وتقدم السلطنة. وأكد السلطان هيثم بن طارق أنه سيواصل السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي والتعاون الدولي وعدم التدخل في شؤون الدول. أباء عمان الأوفياء، إن الكلمات لتعجز والعبارات لتقصر عن أن نؤبن سلطانا عظيما مثله، وأن تسرد مناقبه وتعدد إنجازاته. إن عزاءنا الوحيد وخير ما نخلد به إنجازاته هو السير على نهجه القويم والتأسي بخطاه النيرة التي خطاها بثبات وعزم إلى المستقبل، والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه. هذا ما نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه على السير فيه والبناء عليه، لترقى عمان إلى المكانة المرموقة التي أرادها لها وسهر على تحقيقها. نكتب الله فكتب الله له النجاح والتوفيق. وعلى الصعيد الخارجي، فإننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، مؤكدين على الثوابت التي اخترتها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول، وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات. كما سنبقى كما عهدنا العالم في عهد المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، داعين ومساهمين في حل الخلافات بالطرق السلمية، وباذلين الجهد لإيجاد حلول مرضية لها بروح من الوفاق والتفاهم.